سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله ورعاه دروسا كثيرة، ونتعلم الآن درسا في معنى الشهادة ودرسا في اختيار الشهادة. يقول في بعض كلماته سماحة الفقيه القائل: ما هي الشهادة؟ الشهادة قتل في سبيل الله، قصد الشهيد في اختيار وجه الله خالص. أما الأغراض الجهادية والدفاعية الأخرى فإن قصدها من أجل رضا